يعني الأشياء اللي حصلت في هذا الإقليم، معظمهم يعني 120 طالب وطالبة كلهم يتحدثوا على برقة، على أساس أنها برقة من حقها تطلب حق تقرير المصير، رغم أن الفدراليين لم يطلبوا بحق تقرير المصير حتى هذه اللحظة، ولم يتلفظ أي فدرالي يعني ابتداء من الشيخ أحمد الزبير السنوسي بالسيد إبراهيم الجدران بكل الناس اللي تصدروا المشهد الفدرالي أو المشهد في برقة لم يتلفظوا بكلمة تقسيم أو كلمة انفصال. ولكن يعني المطالبة بالحق والمطالبة بالتعايش السلمي والمطالبة بتوزيع المهام، أعتقد هذا حق من قليم الثلاثة. يعني النظام الفدرالي الآن يعني أصبح يتنامى، وأصبح نحن لازم نستمع للرأي العام. الرأي العام في هذه المدن وهذه البلدات اللي قمت بزيارتها من بشر غربا حتى أمساعد شرقا، الآن يعني أصبحوا يتبنوا الحراك الفدرالي أو تبنوا النظام الفدرالي كنظام اتحادي. هو كلمة فدرالية في الواقع أصابها نوع من التشويش، ولكن ليس أو التشويه. ليس هناك دكتور يعني أي تقرير علمي يشير لتبني سكان هذه المناطق بالطرح الفدرالي، يعني لا زالت أقاويل هذه الأقاويل مبنية على دول تبنت هذا الطرح الفدرالي. لا أنا بقصد بشر شرقا وحتى أو بشر غربا حتى قصدك مساعد ما فيش إحصائيات غربا. يعني إحصائيات تدل على أن سكان هذه المناطق يتبنون الطرح الفدرالي. أنا طبعا أنا جيت كمحايد في الواقع، أنا ما جيت بالنظام، أنا تحديدا أنا مانيش يعني لم ننتمي إلى أي تكتل فدرالي، ولكن أنا كوني يعني أستاذ لعلم الإعلام وأستاذ لعلم الخطاب عادة نسمع أكثر من من نتحدث. نعم. معظم الناس اللي استمعت لهم ابتداء من بشر غربا حتى مساعد شرقا يتحدثوا على الفدرالية وأنها تحصيل حاصل وأنه هو الحل وهو طوق النجاة لما نحن في الآن الفدرالية. طيب بالنسبة أنتقل بالسؤال لأستاذ عمر النعاس، الفدرالية هي الحل العملي الناجع للخروج من هذا التخبط والعجز ولننطلق نحو ليبيا جديدة بدل من أن نتعود على الفوضى ونصبح دولة فاشلة بعد الثورة كما كنا قبل الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أهني الشعب الليبي عامة بإعلان التحرير يوم 23 أكتوبر. نعم. وإعلان التحرير هذا طبعا يجب أن نقف عنده لحظة، تحرير من شنو؟ نعم. التحرير من تكميم الأفواه، من مصادرة الحقوق والحريات التي كانت مفروضة على الشعب الليبي طوال 42 سنة. هذا الشعب الليبي لما قام بثورة 17 فبراير قام من أجل قام لماذا قام بثورة 17 فبراير؟ قام ضد الاستغلال، ضد الاستبداد، ضد نعم. ضد تكميم الأفواه، ضد مصادر الحقوق والحريات، ضد الظلم. وفي أهداف محددة لثورة 17 فبراير، وهي شنو؟ وهي تحقيق دولة القانون والعدالة وتحقيق حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نصب إليه. نعم. الآن إذا كان يقوم شخص أو مجموعة من الأشخاص، أنا طبعاً يعني واحدة من المكتسبات ثورة 17 فبراير أن كل مواطن ليبي الآن له الحق أن يتكلم بكل حرية دون أي قيود. وهذه طبعاً إحنا تجاوزنا الحقيقة الحرية يعني العادية أو المسموح بها، المسموح بها حتى أصبحت أن وصلنا للحرية اللي ممكن حتى نضرب بها الآخرين، وهذا مرفوض يعني حتى في كل دول العالم. ولكن الحقيقة أن الآن نحن أنا شخصيا أي مواطن يتكلم باسمه هو حر يتكلم باسمه. نعم. إذا كان يتكلم باسم حزب معين أهلا وسهلا، بمجموعة، بجماعة، بمؤسسة يكون عنده مفوض بذلك، هذا لا شيء في ذلك. ولكن أن يقوم شخص أو مجموعة من الأشخاص ويتكلمون باسم 2 مليون مواطن في هذا الإقليم، منطقة الشرقية، إقليم برقة، سمي ما تشاء، هذا هو المرفوض. أنا أحد أفراد هذا الإقليم وأرفض رفضا قاطعا أن أي أحد يتكلم باسمي أنا وأنا موجود. هذا يعني يعتبر مصادرة للحقوق والحريات، مصادرة لفرض وصاية علي بقوة السلاح وبقوة أو بأي شيء آخر، هذا مرفوض جملة وتفصيلة. أنا المبدأ الذي يتكلم عليه، إذا كان الدكتور يعلم أنه هو مش عارف هم تعلم بالطرح الفدرالي في ليبيا، مش عارف هم تعلم به هو، ممكن نسأل كم تعلم به أنت الطرح الفدرالي في ليبيا؟ والله من مدة سنتين، من مدة سنتين يعني أمتى تقريبا هكي؟ 2011 في نهاية 2011. أنا أعلم بالطرح الفدرالي في شهر 6 2011، وأنا شخصيا تم محاولة استقطابي شهر 6 2011. إذا كانوا تعلمون كانت إجدابية، كانت
كانت منطقة عسكرية إجذابية بالكامل، كانت الكتائب قوات الكتائب الطاغية قاعدة موجودة في 18 وفي 40، وكانت منطقة إجذابية بالكامل تحت وابل الحرب، كانت منطقة حرب. في ذلك الوقت كان هناك مجموعة من الناس قاعدين يخططون ويدبرون لهذا الأمر. يعني عند ذلك في ذلك الوقت إذا كان نحن نتكلم عن هذا الإقليم، إذا كان حده من شرقا هو مصر، إذا حده من غرب أين، إذا في ذلك الوقت في شهر 6 2011، للأسف الشديد جدا بغض النظر عن كل ذلك، عندما صار الإعلان إعلان مصنع الصابون يوم 6/3/2012، أنا جيت لهذا التجمع حتى أدلي برأيي أتكلم، وأنا أحد مواطنين هذا الإقليم، ورفض الاستماع لرأيي ولم ويعني حرموني مني حتى نتكلم، يعني وكان في هذا مصادر الحق الرأي والتعبير. أيضا إذا كان نتكلم عن المنطقة بالكامل، منطقة إجذابية في الشهر، أنت لم تكن مدعو في ذلك الاجتماع، لم تكن مدعو؟ لا أبدا، هو مكتوب عليه مؤتمر سكان برقة. نعم، الدعوة كانت عامة، كان سكان برقة، وأنا ذهبت وركبت حتى على المنصة، وكنت حتى مقصور في ذلك الوقت وكنت على قيلات وركبت على المنصة، وقعدت 10 دقائق وأنا أتحاور مع الشباب عشان يعطوني كلمة يسألوا باسمي، ورفضوا ذلك مع أني أنا أحد السكان. كانت موجودة يافطة كاتبينها نعم للفدرالية لا للتقسيم. أنا تكلمت مع أحد الموجودين وقلت له الفدرالية في ليبيا هتبدأ بالتقسيم، وهذه حقيقة ولا أزال أكررها من ذلك الوقت. نعم، إلى الأولد سنعود لهذه النقطة بعد أن يكون معي ضيفنا من طرابلس الأستاذ عبد الفتاح الشولي، هو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام. أستاذ عبد الفتاح، أهلا بك. نعم أستاذ عبد الفتاح، لا أدري إذا ما كانت الاتصال بطرابلس متوفرة أم أن هناك. طيب أستاذ عبد الفتاح الشلوي، هل أنت بالاستماع؟ المشكلة لا زالت قائمة بالاتصال. نعم أستاذ عبد الفتاح، يعني نعم أستمع إليك أستاذ. طيب معي ضيفاي الدكتور جاب الله موسى وهو رئيس مجلس الإعلام بإقليم برقة، وأيضا الأستاذ عمر النعاس وهو باحث في الشؤون الدستورية. هناك من يتبنى الطرح الفيدرالي وهناك من هو ضد هذا الطرح. أنتم في أعضاء المؤتمر الوطني، صحيح أن تجربة ليبيا مع الفيدرالية لم تكن بالتجربة الوردية المغرية لتكرارها الآن، لكن سعى بعض الليبيين إلى العودة إلى الماضي الفيدرالي، أو هذا السعي يوضح مدى عنف الصدمة التي تعرض لها المجتمع الليبي بعد ثورة 17 من فبراير وما زالت المركزية العميقة متجذرة. لم أستمع السؤال يا أستاذ. طيب أنا قلت بأن الفيدرالية لم تكن بالتجربة المغرية أو التجربة الوردية التي عاشها الليبيون في الماضي، ولكن الآن أن يسعى بعض سكان ليبيا إلى هذا الطرح وتبنيه هي دلالة واضحة على الصدمة التي تعرض لها الشعب الليبي بعد ثورة 17 من فبراير. ربما أكون فهمت مضمون السؤال لكن ليس بالتحديد. بداية أحييك يا أستاذ وأحيي السادة ضيوفك الكرام وأحيي السادة المشاهدين والمتابعين، أيضا أحيي زميلي في الاستوديو. حقيقة إذا كان تحدثنا إحنا على الفيدرالية باعتبارها طرح سياسي، لابد لنا أن نعود للماضي ونتحدث من خلال أرضية مشتركة حتى نلتقي فيها. يعني الفيدرالية لما نتحدث عليها ليس بالضرورة أن نكون منشطرين إلى قسمين، قسم يقول أنا معه وقسم يقول أنا ضد. لابد أن نلتقي في المنطقة الوسطى، منطقة التحاور، المنطقة اللي ممكن نجد فيها نقاط الالتقاء. نعم. ومنها نبدأ وإليها نعود. أما نقاط الخلاف فربما ترجع إلى 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 وقت لاحق. الفيدرالية إذا كان تعني كسر المركزية المقيتة وكل من ينقض المركزية في ليبيا هو محق، فلا أعتقد أن هناك أي إنسان يسعد بأن هو يشقى في المطارات من أجل أن هو يهبط في العاصمة وينجز ورقة بإمكانه أن ينجزها في مدينته. ولكن احنا نقول شيء معين، ان الطرح الفيدرالي
إذا كان جاء بأسلوب دستوري وأسلوب قانوني احترم كافة الآراء وتم من خلال استفتاء أو بطرق قانونية، أعتقد هذا هو الأسلوب الصحيح. ولكن طبعا طريقة الطرح الفيدرالية يمكن هي اللي يعني زادت من مساحة رفض هذا الطرح، ليس لأنه هو مرفوض جملة وتفصيلة، وإنما الطريقة ممكن لطرح بها، وممكن أنه هو لم يستشار الإقليم بكامله. هناك من لم يسمح عن 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 الفيدرالية بشكل مطلق، وإنما سمع عن الإعلان وعن تشكيل الحكومة في الإقليم. فتساءل الناس أين نحن من هذا؟ ألسنا من سكان الإقليم؟ هذا إذا كان تم الاقتناع بهذا الطرح. نعم. ولكن أنا بنوضح لك حاجة يا أستاذ. أنت سألت أحد السادة المشاركين أو السيد المشترك أمتى طرحت الفيدرالية؟ أنا أذكر أن تم عرض الفيدرالية علي بمدينة درنة تحديداً يوم 4/5/2011، واللي طرح هذا الموضوع هو رجل وطني وضابط كبير في الجيش الليبي، وكان سجين تحت نظام سلطة سبتمبر المنهارة. يعني لا يمكن احنا نقوله كل من طرح الفيدرالية أو من طرح الفيدرالية نقصيه من المشهد الوطني ونرفع عنه الوطنية، لا، هذا أنا لست متفقاً مع هذا الأمر. وإنما عندما قدم لي مطويات وطرح القطاع الفيدرالي وقال هو أن احنا القذافي سينهار قريبا والمعطيات كلها تقول هكذا، لابد أن احنا نكون مستعدين للنظام السياسي في ليبيا. نعم. يعني أنا النقطة الوحيدة اللي اختلفت معها أن أولا التوقيت، لأن في ذلك الوقت كانت جبهة البريغا وجبهة جديبة كانت مشتعلة وكان الناس يقاتلوا، فقلنا الوقت ليس وقت طرح الفيدرالية. نعم. في ذلك الوقت لم نختلف على طرح الفيدرالية في ذلك الوقت إلا حيث التوقيت ومن حيث الوضع اللي كانت فيه البلد. والآن نختلف على طريقة الطرح وطريقة اللي هي تجاهل فيها الأطر الدستورية والأطر القانونية. نعم. إذن شكرا لك أستاذ عبد الفتاح السربي، بقى معنا لمتابعة باقي محاورنا لهذا اليوم. سيكون معي أيضا أستاذ بالقاسم المشاي وهو كبير الباحثين بمركز الأبحاث. أستاذ بالقاسم. نعم أسمعك. نعم. يعني المؤتمر والحكومة لم يتوصلوا مجتمعين للخروج من هذه الأزمة وتداعياتها، تفجيرات، قتل، اغتيالات، الأزمة الاقتصادية، الإهمال السياسي الواضح داخل البلاد، بما يؤكد وجود خلل ما ضمن هذه التركيبة، مما أدى لأناس معينون طرحوا الطرح الفيدرالي للخروج من أزمة ليبيا الأنية ولضمان مستقبل أفضل لكل الأقاليم. أولا مساء الخير لكم جميعا. في البداية مفهوم الفيدرالية هو مفهوم فكري في الحقيقة، لا يعني شخص معين وليس بالضرورة أن يليق بشعب معين، وليس هناك فيدرالية مقاسها اس ولا اكس ولا ال سوف تليق بهذه الجماعة. طيب. كوني أتبنى مثلا فكر فيدرالي في منظور السياسي أو الفكري، قد هذا منظور فكري. أيضا موضوع الدولة الاتحادية ولا مركزية والفيدرالية هناك اختلاف كبير، ولا يوجد اليوم إلى هذه اللحظة أن هناك تعريف مانع شامل كامل يليق بمفهوم الفيدرالية ويمكن وضعه اليوم ويمكن تحديده والذهاب وراء. ولكن أيضا مفهوم الدولة الاتحادية ولا مركزية يعود إلى ما قبل التاريخ، قصدي ما قبل الميلاد، منذ الدويلات في بعيدا عن التاريخ. نعم. والشؤون المدنية. استاذ القاسم بعيدا عن التاريخ، دعنا في الحاضر. اليوم ليس ليس مفهوم وليد اليوم حتى نحاول ان نغرق به العملية السياسية وان نخضع للتناحر وغيره. مفهوم الفيدرالية في الشكل الحديث ظهر عن جورج واشنطن في 1782، قد يليق بامريكا في ذلك الفترة. ايضا موضوع اللامركزية موضوع آخر، ورأينا نحن اليوم حوالي 40% من سكان العالم يعيشون تحت النظم اللامركزية والفيدرالية، وهذا صحيح. أيضا ليبيا في وضعها ما بعد الحروب تغيرت، هناك ظروف مختلفة ومتباينة مع ضعف الدولة، ضعف المؤتمر، عدم التمكن اليوم، هذا التجاذب داخل المؤتمر.